غادرت الطائرة العربية مطار ألمازا قاصدة بلغراد تقل الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس موديبو كيتا رئيس جمهورية مالي والسيد يوسف بن خدة رئيس حكومة الجزائر الوطنية لحضور مؤتمر رؤساء دول عدم الانحياز الذي يعقد في دار البرلمان اليوغوسلافي ويحضره أقطاب ورؤساء حكومات 24 دولة تمثل في مجموعها ربع سكان العالم. وقد صحب الرئيس أعضاء الوفد العربي السادة الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية وعلي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية وثابت العريس وزير الشؤون الاجتماعية وعدنان الأزهري الوزير بالمجلس التنفيذي لاتحاد الدول العربية ومحمود رياض المستشار السياسي للرئيس. وفي مطار بلغراد كان فخامة الرئيس جوزيف بروز تيتو والسيدة عاقلته في انتظار وصول الأقطاب الثلاثة. وعند نزول الأقطاب من الطائرة عانقهم الرئيس اليوغوسلافي مهنئا إياهم بسلامة الوصول. وقدم للأقطاب نواب الرئيس اليوغوسلافي الأربعة ووزير الخارجية ووزير الدفاع وكبار رجال الحكومة وعقيلتهم. وعزفت الموسيقى السلام الوطني للدول الأربعة وأدت تحية حرس الشرف. وصحب الرئيس اليوغوسلافي الأقطاب في استعراض حرس الشرف. ثم قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى حيث اصطف كبار المستقبلين من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية وأعضاء الوفود المشتركة في المؤتمر وقواد الجيش اليوغوسلافي فصافحهم سيادته. ثم قدم السيد حسن رجب سفير الجمهورية العربية في بلغراد للسيد الرئيس أسرة السفارة العربية. وودع الرئيس تيتو الرئيس جمال عبد الناصر بالمطار. ثم استقل الرئيس جمال عبد الناصر سيارة من المطار إلى المدينة في موكب رسمي بين حفاوة الجماهير الزاخرة التي أخذت تحيي الرئيس جمال عبد الناصر وتهتف بحياة السلام. وصل الموكب إلى قصر الضيافة الذي أعد لضيافة الرئيس. بلغراد عاصمة يوغوسلافيا التي اتجهت إليها أنظار شعوب العالم المتطلعة إلى السلام وقد لبست أبهى الزينات احتفاء باستقبال أقطاب السلام جاءوا إليها من جميع أنحاء العالم يعلنون كلمة الحرية ويضعون أسس التعايش السلمي بين الشعوب ويقررون إرادة ربع سكان العالم في وقف التسابق الجنوني نحو الحرب التي تهدد كيان البشرية كلها. وفي مقر برلمان يوغوسلافيا تلتقي الكلمات الحرة وترتفع الشعارات الصادقة بالمحبة بين البشر والمساواة في الحقوق والواجبات والحرية لأبناء الشعوب المتطلعة للتخلص من نير الاستعمار. وفي صباح اليوم التالي بدأ الرئيس جمال عبد الناصر اجتماعاته بمختلف الوفود. ففي الساعة 11 صباحا اجتمع الرئيس بالشيخ إبراهيم السويل وزير خارجية المملكة العربية السعودية. ثم استقبل السيد صائر سلام رئيس وزراء لبنان والسيد فيليب تقلى وزير خارجية لبنان. وصل إلى قصر الضيافة الأمير سيف الإسلام الحسن رئيس وفد اليمن. فاستقبله رئيس جمال عبد الناصر واجتمع به بعض الوقت. وبعد الظهر استقبل الرئيس جمال عبد الناصر السنيور دور دي كوس رئيس جمهورية كوبا وشهد المقابلة الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية. وزار الرئيس جمال عبد الناصر الرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود في الضيافة. واستقبل الرئيس السوداني الرئيس العربي بالترحاب. واجتمع الرئيسان داخل الدار. وزار الرئيس بعد ذلك السيدة بندرة نايكة رئيسة وزراء سيلان في قصر الضيافة. وقد بحث الرئيس جمال عبد الناصر مع السيدة بندرة نايكة في هذه الزيارة بعض المسائل المتعلقة بالمؤتمر. وزار الرئيس بعد ذلك الرئيس أحمد سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا في فندق متروبول. واجتمع الرئيسان بحضور وزير خارجية البلدين. واستقبل الأمير سيهانوك رئيس وزراء كمبوديا الرئيس جمال عبد الناصر عند وصوله إلى قصر الضيافة.
وتعانق الرئيسان في مودة. وقدم الأمير الكمبودي للرئيس أعضاء وفد بلاده. واجتمع الرئيسان داخل الدار بحضور السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية، حيث استعرض أهم المسائل التي ستعرض على المؤتمر. وفي الساعة 9 مساء زار شري جواهرلال نهرو الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة، وكان بصحبة الرئيس الهندي السيد كريشنا مينون وزير الدفاع، وقد استقبلهما السيد الرئيس. واجتمع قطباء الحياد الكبيران بحضور الدكتور محمود فوزي والسيد علي صبري الوزيرين العربيين، حيث تناول الرئيسان وجهات النظر في أهم المشاكل الدولية. واستقبل الرئيس جمال عبد الناصر في صباح اليوم التالي الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس، وقد قدم الرئيس التونسي للرئيس جمال عبد الناصر أعضاء وفد بلاده في مؤتمر الدول غير المنحازة، وشهد المقابلة السيد علي صبري وزير شؤون رئاسة الجمهورية. وفي صباح يوم 1 سبتمبر افتتح مؤتمر دول عدم الانحياز في العالم، ورفرفت على دار البرلمان اليوغوسلافي أعلام الدول الأربع والعشرين المشتركة في المؤتمر، وكانت الوفود تصل تباعا إلى مقر البرلمان. الرئيس أونو رئيس وزراء بيرما، السيد إبراهيم السويل رئيس وفد السعودية، الرئيس كوامي كروما رئيس جمهورية غانا، السردار داود خان رئيس حكومة أفغانستان، السيد يوسف بن خدة رئيس حكومة الجزائر، الرئيس دار ديكوس رئيس جمهورية كوبا، الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس، السيد هاشم جواد رئيس وفد العراق، السيدة بندرا نايكا رئيسة وزراء سيلان، الإمبراطور هايلا سيلاسي إمبراطور الحبشة، الرئيس آدن عبد الله رئيس جمهورية الصومال، الرئيس السوداني الفريق إبراهيم عبود. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى مقر البرلمان وحيا سيادته الجماهير المحتشدة التي كانت تهتف بحياة أقطاب السلام والحياد. وصل الرئيس جمال عبد الناصر إلى قاعة الاجتماع ليلتقي برؤساء الوفود للقاء المحبة. بينما أخذ الأقطاب والرؤساء يتبادلون التحية في جو من التفاهم والإجماع على إقرار معاني السلام والحرية. وأخذ الأقطاب والرؤساء وأعضاء الوفود أماكنهم في القاعة الدائرية التي شهدت ممثلي ربع سكان العالم، جاءوا من كل مكان سعيا وراء تنفيذ إرادة شعوبهم وشعوب العالم قاطبة في الحرية والأمن والمساواة والسلام. كما احتشرت القاعة برجال الصحافة العالمية الذين تتبعوا أخبار المؤتمر الدولي الهام لحظة بلحظة. وأعلن الرئيس تيتو بوصفه رئيسا للدولة المضيفة افتتاح المؤتمر، وألقى خطابا شرح فيه الفكرة من هذا الاجتماع، ثم طلب إقرار جدول الأعمال الذي وضع مشروعه في القاهرة. وتكلم الرئيس أحمد سوكارنو رئيس جمهورية إندونيسيا فقال إن التوتر العالمي يرجع إلى الاستعمار وتمزيق وحدة الشعوب على غير إرادتها كما حدث في ألمانيا وكوريا وفيتنام، وقال إن الشعوب المقسمة يمكن أن تعيش وتتعاون في سلام. وألقى الرئيس جمال عبد الناصر خطابه الذي وضع فيه أمام المؤتمر ست مشكلات عالمية، كما اقترح الحلول التي تصلح مفاتيح لها، التي كانت تمثل أملا عريضا للبشرية تتحول أحيانا إلى ميدان للصراع بين الكتل، أو تجري المحاولة لاستعمالها كأداة في يد الاستعمار، ثم يصل الأمر بها إلى حد أن قراراتها لا تصبح لها في بعض الظروف من فرص الحياة إلا بقدر ما توفره لها سياسة القوى الكبرى. وليس أدل على ذلك من أن قرارات الأمم المتحدة بشأن حقوق شعب فلسطين ما زالت بعد سنوات طويلة من الزمان حبرا على ورق، لأن سياسة بعض القوى الكبرى في منطقتنا أرادت أن تسند إسرائيل تحديا لكل قانون ولكل عدل. بل إن المأساة تبدو في أبعادها الحقيقية إذا ما ذكرنا الواقع التاريخي لما حدث سنة 48، وهو أن الأمم المتحدة
والهدنة التي فرضتها في فلسطين كانت بالذات الستار الذي تسلل العدوان تحته وفي حماه إلى تحقيق أغراضه وإلى احتلال الأرض التي اغتصبها من أصحابها الشرعيين. وبعد انتهاء الاجتماع الأول غادر الرئيس جمال عبد الناصر قاعة الاجتماع ومعه جلالة الملك الحسن ملك المغرب وفخامة رئيس تيتو رئيس الجمهورية اليوغوسلافية، واستقبلت الجماهير المحتشدة أقطاب السلام بالتصفيق والهتاف. وفي المساء رأس الرئيس جمال عبد الناصر الجلسة الرابعة من جلسات المؤتمر، وكان رجال التلفزيون العربي واليوغوسلافي كما كان رجال التلفزيون العالمي من جميع أنحاء العالم ينقلون لشعوب العالم جلسات المؤتمر وما يلقى فيه من خطابات وما يدور فيه من مناقشات. وأعلن في هذه الجلسة الرئيس الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس أن بلاده ستتقدم إلى المؤتمر بمقترحات لعقد مؤتمرات دورية من رؤساء الدول غير المنحازة. ثم تكلم جلالة الملك الحسن ملك المغرب فشرح موقف المغرب من القضايا المعروضة على المؤتمر مناديا بضرورة إيجاد الحلول الفعلية للمشاكل التي تهدد السلام العالمي. وفي صباح يوم 2 سبتمبر زار الرئيس أونو رئيس وزراء بيرما الرئيس جمال عبد الناصر في قصر الضيافة، وقد أمضى الرئيسان بعض الوقت في مباحثات حول المشاكل المعروضة على المؤتمر. ثم قصد الرئيس جمال عبد الناصر إلى مقر المؤتمر وبرفقته الوفد العربي في المؤتمر لحضور جلسة الصباح التي تحدث فيها الإمبراطور هايلا سلاسي.